قلب أوزوريس عينيه في الخالدين وقال ها هي حياة مصر قد عرضت عليكم بكل أفراحها وأحزانها منذ وحدها مينا وحتى استردت استقلالها على يد السادات فلعل لبعضكم رؤية يريد أن ينوه بها وطلب الملك إخنات الكلمة ثم قال أدعو للاستمساك بعبادة الإله الواحد باعتباره المعنى والخلود والتحرر من أي عبودية أرضية وقال الملك مينا والحرص على وحدة الأرض والشعب فالنكسة لا تجيء إلا نتيجة لخلل يصيب هذه الوحدة وقال الملك خوفو على مصر أن تؤمن بالعمل به شيدت الهرم وبه تواصل البناء وقال إمحوتب وزير الملك زوسر وأن تؤمن بالعلم فهو القوة وراء خلودها وقال الحكيم بتاحتب وأن تؤمن بالحكمة والأدب لتنعم بنضارة الحياة وتنهل من رحيقها وقال أبنوم وأن تؤمن بالشعب والثورة لتضطرد مسيرتها نحو الكمال وقال الملك تحتمس الثالث وأن تؤمن بالقوة التي لا تتحقق حتى تلتحم بجيرانها وقال سعد زغلول وأن يكون الحكم فيها من الشعب بالشعب من أجل الشعب وقال جمال عبد الناصر وأن تقوم العلاقات بين الناس على أساس العدالة الاجتماعية المطلقة وقال أنور السادات وأن يكون هدفها الحضارة والسلام وهنا قالت إيزيس ليضرع كل منكم إلى إلهه أن يهب أهل مصر الحكمة والقوة لتبقى على الزمان منارة للهدى والجمال فبسط الجميع أكفهم واستغرقوا في الدعاء انعقدت المحكمة بكامل هيئتها المقدسة في قاعة العدل بجدرانها العالية المنقوشة بالرموز الإلهية وسقفها المذهب تسبح في سمائه أحلام البشر أوزوريس في الصدر على عرشه الذهبي إلى يمينه إيزيس على عرشها وإلى يساره حورس على عرشه وعلى مبعدة يسيرة من قدميه تربع تحوت كاتب الآلهة مسندا إلى ساقيه المشتبكتين الكتاب الجامع وعلى جانبي القاعة صفت الكراسي المكسوة بقشرة من الذهب الخالص تنتظر من سيكتب لهم الخلاص من القادمين وقال أوزوريس قضي على البشر منذ قديم بأن تمضى حياتهم على الأرض معهم عند عبور عتبة الموت كالظل تتبعهم حاملة الأفعال والنوايا وتتجسد فوق أجسامهم العارية وعقب حوار طويل اتفقت كلمة على أن هذه الساعة هي الساعة الفاصلة وها هي المحكمة تنعقد من أجل سياحة طويلة في الزمن وأومى أوزوريس إلى حورس فصاح الشاب بصوت جهوري الملك مينا ودخل من الباب في أقصى القاعة رجل متلفعا بكفنه عاري الرأس حافي القدمين وأخذ يقترب من العرش بجسمه القوي وملامحه الواضحة حتى وقف على بعد 3 أذرع منه في خشوع كامل وأومى أوزوريس إلى تحوت كاتب الآلهة فراح يقرأ من الكتاب أعظم ملوك الأسرة الأولى حارب الليبيين وانتصر عليهم وهاجم مصر السفلى وضمها إلى مملكته الجنوبية وأعلن نفسه ملكا على مصر كلها وتوج رأسه بتاج مزدوج حول مجرى النيل وأنشأ مدينة منف في الفراغ المتخلف عن ذلك وقال أوزوريس مخاطبا مينا هات ما عندك
فقال الملك ميناء لخص تحوت كاتب الآلهة حياتي في كلمات فما أسهل الكلام وأشق العمل. فقال أوزوريس لنا رؤيتنا في تقييم الرجال والأفعال فلا تبدد الوقت في الثناء على نفسك. فقال الملك ميناء ورثت مملكة الجنوب عن أسرتي وورثت معها حلما كبيرا طالما راود رجالها ونساءها وهو تطهير البلاد من الغرباء وخلق وحدة أبدية تضم بين جناحيها مملكتي الجنوب والشمال. وكان صوت عمتي أوز أقوى محرك لإشعال ذلك الحلم الكبير. كانت ترمقني بإشفاق وتقول أتقضي عمرك في الأكل والشرب والصيد؟ أو تقول بكبرياء لم يعلمنا أوزوريس الزراعة لتكون مناسبة للاقتتال حول توزيع ماء الفيضان. وقلت لزوجتي المحبوبة إنني أشعر بجذوة تستعر في صدري ولن تبرد حتى أحقق الحلم. ووجدتها زوجة ملكية رائعة فقالت لي بحماس لا تدع الليبيين يهددون عاصمتك ولا تدع الناس يمزقون الأرض التي وحدها النيل. وانكببت على تدريب الرجال الأشداء وصليت إلى الآلهة مستوهبا الرضا والنصر حتى تحقق على يدي الحلم الذي طالما راود آبائي وأجدادي. فقال أوزوريس أزهقت من أرواح الليبيين 100,000 كانوا المعتدين يا مولاي ومن أرواح المصريين شماليين وجنوبيين 200,000 راحوا فدية للوحدة. ثم حل الأمن والسلام وتوقف نزيف الدم الموسمي من جراء النزاع حول مياه النيل. فسأله أوزوريس لما لم تقنع قومك بالكلمة قبل اللجوء إلى السيف؟ Could you shut the door, please? لما لم تقنع قومك بالكلمة قبل اللجوء إلى السيف؟ فعلت ذلك مع جيراني وانضم بعضهم دون قتال. ثم حقق السيف في أعوام ما لم تكن تحققه الكلمة في أجيال. يقدم كثيرون هذا المنطق مداراة لإيمانهم بالعنف. فقال مينا بحرارة استحوذ على مشاعري مجد مصر وأمنها هو مجدك الشخصي أيضا. فقال الملك مينا بتسليم لا أنكر ذلك ولكن خير عم البلاد وكان لأسرتك وأعوانك أوفى نصيب منه وللفلاحين الحد الأدنى. مضى أكثر عهدي في القتال والبناء لم أنعم بحياة القصور ولم أهنأ بلذيذ الطعام والشراب ولم أمس من النساء إلا زوجتي وكان لابد من مكافأة الأعوان على قدر أعمالهم. وطلبت إيزيس الكلمة ثم قالت مولاي يحاكم بشرا لا آلهة وحسب هذا الرجل الشجاع أنه زهد في النعيم والكسل فطهر البلاد من الدخلاء ووحد مصر فأطلق قوتها الكامنة وكشف عن خيراتها المطمورة ووفر للفلاحين الأمن والسلام. إنه ابن أعتز ببنوته. وصمت أوزوريس قليلا ثم قال أيها الملك اتخذ مجلسك على أول كرسي في الجناح الأيمن فمضى الملك مينا إلى كرسيه مدركا أنه أصبح من أهل النعيم في العالم الآخر.